مساء الخير عليك كابتننا الكبير كابتن هاني رمزي، وكل التحيه لزميلتي العزيزه سهام، وكل التحيه للجمهور وعشاق متابعي قناه الاهلي في كل مكان. مساء الخير يا كريم. اول حاجه كريم، بس اطمنا اولا على السؤال البيجر للجماهير، جاهزيه كل من الشناوي ايمن اشرف وكهربا وصلوا لفين من الجاهزيه البدنيه والفنيه لان شاء الله الاشتراك في مباراه الوداد؟ في البدايه طبعا اكيد يا كابتن هاني بنطمن كل جمهور النادي الاهلي على الشناوي وايمن اشرف في البدايه. يمكن خدنا التصريح من طبيب النادي الاهلي طبعا على جاهزيه الشناوي، بيعلن جاهزيته ان شاء الله باذن الله يكون الحارس الرئيسي في مباراه يوم السبت القادم، وايضا كمان ايمن اشرف من ضمنهم بادجي. يمكن بادجي كان عنده بعض الشكوى كده لكن بيتدرب بكل جديه، يمكن ينقص بقى هو محمود عبد المنعم كهربا اللي النهارده شفناه بيلف حوالين التراك في برنامج طبي معمول كبير جدا لكل اللعيبه، لان محتاجين كل المجهود لكل لعيبه النادي الاهلي، كل لعيب ليه دوره ليه اهميه بشكل كبير جدا. كمان بنتمنى كابتن هاني ما يبقاش في اي اصابات في التدريبات، في حماس كبير جدا. يمكن انا بتابع التدريب دلوقتي، يعني الجديه موجوده والحماس موجود جدا لعيبه النادي الاهلي، وفي تحذير يعني من الالتحامات لان يعني المباراه مهمه انت عارف، واللعيبه مركزه فيها بشكل كبير جدا، فواضح ان كل اللعيبه عندها حماس كبير فيحافظوا على بعض احسن، لان عايزين يوم السبت باذن الله يكون اللعيبه بشكل كامل في فورمه المباراه، وتحديدا ما بقاش في اي كرامبات اي اصابات اي كدمات تعوق فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. النهارده يمكن يا كابتن هاني كالعاده طبعا اليوم كان بادئ صباح النهارده اليوم الفعلي نقدر نقول بقى بالنسبه للتدريبات واليوم التنظيمي لفريق النادي الاهلي. 10 صباحا كان وجبه افطار مباشره، اجتمع مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين. الراجل يمكن حريص بشكل كبير جدا على كابتن هاني وايضا كمان زميلتي سام ان هو يجمع اللعيبه على طول، الحديث عن المباراه، محاضرات فيديو مستمره بشكل كبير جدا، وده امر مهم بينعكس على لعيبه النادي الاهلي، كل الثغرات نقاط القوه والضعف كل الامور الخاصه بفريق الوداد اللي بيتابعها بشكل مستمر الجهاز الفني بيحاول ان هو يوصلها للعيبه. مجهودنا يبقى عامل ازاي، نوزع مجهودنا ازاي، التكتيك يبقى عامل ازاي، الجمل التكتيكيه، ارتدادنا للتغطيات العكسيه، امور عديده جدا فنيه بيتكلم فيها الراجل بشكل مستمر ان شاء الله باذن الله توصل لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير، وده الامر المهم اللي احنا بنتمنى اللعيبه تكون مستوعبه المجهود الكبير اللي هي تقوم بيه في هذه المباراه. المباراه بدون جمهور احنا عارفين، لكن ده بيتطلب مجهود اكبر لان الحماس هو ده اللي بنطلبه، وشخصيه البطل بنطلبها، شخصيه النادي الاهلي بنطلبها. لكن من الواضح يا كابتن هاني مع التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على ملعب كهرماء اللي بيبعد عن فندق الاقامه يعني 20 25 دقيقه مع التامين طبعا، اول تدريب النهارده ارضيه الملعب جيده، يعني الملعب هو نقدر نقول في محيط سكني فيه هدوء كبير، مفيش اي حد طبعا يمكن خارج الملعب، منع تام طبعا لكل القنوات الاعلاميه اللي مهتمه بشكل كبير، في اهتمام اعلامي كبير جدا، كان في عدد من القنوات وعدد من المواقع متواجده خارج الملعب. لكن انت عارف النهارده وغدا هيكون التدريب مغلق لفريق النادي الاهلي، عادي ان يكون التدريب بقى بالنسبه للكاف يوم الجمعه الربع ساعه المعتاده ثم المؤتمر الصحفي. انا معاك كمان يا كابتن هاني لو في استفسارات.